باحة مسجد حسان التاريخية التي بنيت في القرن الثاني عشر إحدى أكثر معالم الرباط شهرة وزيارة، تقع بمحاذاة ضريح محمد الخامس أو مرقد ملوك المغرب. هنا تتجسد دقة ومهارة أنامل الصانع المغربي في الجدران والسقوف. نقوش الجبس والخشب والنحاس والرخام والزليج بالفسيفساء لوحات متناسقة تحبس أنفاس زوارها من مختلف الجنسيات. رأيت مزيجا بين التاريخ والحداثة في كل الأماكن التي زرتها، وهذه أول مرة أزور الرباط ومكناس. جميل ما رأيته من معمار إسلامي، وأنا جئت من بولونيا. اكتشفت واحد الزخرفة تتبين عمق التراث المغربي، شيء جميل جدا، لأن الوقت اللي لمست هذيك الزخرفة بيدي حسيت روح الفنان المغربي تتنبثق في الألوان وحتى في نوعه. داك التقاسيم اللي كاين على داك الصخره ديال الزليج. زرت اماكن متعدده في مدن مغربيه كفاس ومراكش والرباط، وتجولت مشيا على الاقدام في اماكن كثيره. ما رايته من جمال زخرف ومعمار اسلامي يجعلك تقف مندهشا مبهورا. من الرباط إلى فاس عاصمة المغرب العلمية، حيث جامعة القرويين أقدم جامعة في العالم، بنتها فاطمة الفهرية عام 859 ميلادي. مكانة علمية تاريخية وتحفة معمارية تستقطب ملايين السياح في المغرب، وتعكس وفق خبراء عصور الإبداع الذهبية لفن العمارة الإسلامية في المغرب. هناك معمار مغربي أصيل ابن هذه الأرض، انضافت إليه الكثير من الروافد سواء تعلق بالرافد الروماني أو بالرافد العربي القادم من المشرق، وهذا أدى إلى هذه التوليفة الجميلة التي تميز المعمار المغربي عن باقي المعمارات الأخرى. من فاس ومعالمها المشيدة في العصور الوسطى إلى الدار البيضاء عاصمة المغرب الاقتصادية، بني مسجد الحسن الثاني في تسعينيات القرن الماضي على يد الملك الراحل الحسن الثاني، ليكون أحد أكثر المعالم الإسلامية الحديثة التي جمعت بين الدقة والإتقان والجمال المعماري، فيما شيدت 3/4 مساحة المسجد على أمواج المحيط الأطلسي كما أراد الملك الراحل، مصداقا للآية القرآنية الكريمة وكان عرشه على الماء. إلا خدينا مسجد الحسن الثاني مثلا مؤخرا ملي كنشوفوا النقش على خشب الأرز اللي هو معروف بالدقة وحتى ديك الروائح اللي كيطلق هذا الخشب، هذا يعني كتبان بأنه راه نحن نخلد لثقافة مغربية على مدار عصور طويلة جدا. بين القرب من حضارات أوروبا المتعاقبة عبر التاريخ وفن المشرق القادم من الفتح الإسلامي والعمق الإفريقي، ثراء ثقافي وجغرافي في العمارة الممتدة بين البحر والمحيط. بين المعمار الإسلامي وفنون حضارة الأندلس والثقافة الأمازيغية ومعمار مناطق الصحراء والواحات، روافد ثقافية تمازجت وانصهرت لتصنع زخارفا ونقوشا وأشكالا لفن المعمار المغربي بتنوعه وبصمته الخاصة والفريدة في مدن المغرب كافة. فاطمة بغنبور، الحرة، الدار البيضاء.